معلمتي نحبك لأنك تبني عقولنا. أنا أحبكم كثيرا يا أطفالي لأنكم أنتم أبناء ومستقبل الوطن. معلمي أنت من شكلت تفوقنا وتميزنا، سأكون دائما كما أردتني. أعزائي الطلاب، أتمنى لكم التوفيق والنجاح بخدمة هذا الوطن المعطاء. أحبك لأنك تعلمنا. طلابي الأعزاء، أنتم بحق أجمل إنجاز في حياة معلميكم. بعلمك نرتقي بحياتنا. كلمات الشكر والامتنان لا توفيكم حقكم. تحية تقدير وإجلال لكل طالبة، يا من أبهجتني دوما بتفوقك. أنت من حببتنا في العلم والتعلم. معلمتي لن أنسى كل ما قدمته لي. فخورة جدا كوني أم وأخ وصديقة لطلابي قبل أن أكون معلمة لهم. بجهدك نصنع المستقبل ونعدكم بأن نكون شباب متسلحة بالعلم والمعرفة ونرفع راية الوطن. زملائي وزميلاتي المعلمين، رواد النهضة وصناع التغيير الحقيقي، نفخر بكم في هذا اليوم بعطائكم، لأنكم من تحدثون الفارق بعلمكم وخبراتكم ومهاراتكم لطلبتكم. كنتم ولا زلتم شركاء أساسيون في بناء العقول وتنمية الوطن ونجاح منظومة التعليم في الإمارات. شكراً لكم جميعاً. شكراً معلمتي.